يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك تعليقات موثوقة لأهل العلم على كتاب إحياء علوم الدين؟ لا أعرف شيء من هذا، إلا أن الإمام العراقي رحمه الله خرج أحاديثه، خرج أحاديث الإحياء، زين الدين العراقي الإمام المشهور خرج أحاديثه، والتخريج مطبوع مع الكتاب. هذا من الناحية الحديثية، أما من الناحية العقدية والأشياء أنه ما تعرض لها العراقي. هناك رسائل في الرد على كتاب الإحياء، منها رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الدرر السنية موجودة، وأذكر أن واحد كتب رسالة علمية أظن في الماجستير أو الدكتوراه عن بيان ما في الإحياء من الأخطاء. نعم.